فأنا سيادة النقيب جالي كتير قوي أسئلة عن أزمة قيد خريجي التعليم المفتوح، فعايز حضرتك نتكلم عن النقطة دي، مهمة. نقطة البداية أنه قانون 147 لسنة 2019 اللي حضرتك أشرت إليه هو حسم المسألة، يعني حسما يخرج بها عن مجال المزايدة، يعني لأنه اشترط للقبول شرطين، أي الحصول على الثانوية العامة والحصول على إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق، وهذا الجزم يستبعد بقى اللي حاصلين على دبلومات، لأنه ما فيش ثانوية عامة يبقى دول بره القصة، يبقى اللي فاضل الجزء الذي حسمه القانون. هذا الحسم برضو أنا مطالب أن أنا أنظر فيه، مش أنا لوحدي، أنا بنادي بمبدأ جماعية القيادة، وبالتالي ننظر فيه نحن جميعا. ليه؟ لأن القضية قضية مهمة جدا. هدي حضرتك مثل عشان أقربه. من الملحوظ أن النيابة العامة ومجلس الدولة والقضاء يرفضون تعيينات أو تعيين خريجي التعليم المفتوح، دي ملحوظة، مش لازم بالضرورة أن أنا يعني أقتدي بها أو أن أنا، إنما هو ملحوظة. هذه الملحوظة بتثير سؤال مهم جدا، وهو مدى جدية وكفاءة التعليم المفتوح. طول عمرها في حاجة اسمها بالكليات النظرية في الانتساب، لم يتشكك أحد في خريج الانتساب في كافة الكليات النظرية بما فيها كلية الحقوق. ليه؟ لأنه المنتسب وهو لا يتلقى تعليم في الكلية يمتحن ذات الامتحان الذي يمتحنه الطالب المنتظم، فإذا حصل على درجة مساوية يبقى هو زي شأنه. وعشان كده لم تنشأ بتاتا أي تفرقة بين تعيين الطالب المنتظم في كلية الحقوق وتخرج أو تعيين الطالب المنتسب الذي تخرج من الكلية. إنما في نقط مبهمة علينا أن نتقصاها عشان القضية تطرح يعني بعمومها. التعليم المفتوح ده ليه ما سراش عليه ما يسري على نظام الانتساب؟ ما هو لو هم اتعمل النظام انه التعليم المفتوح ده بيباشر في احدى الكليات ويحصل الخريج ويمتحن الطالب في ذات الامتحان الذي يمتحن فيه الطالب المنتظم يبقى شأنه زي المنتسب ولا بأس. ولا في نظام تاني؟ انا طبعا ناوي اسمع، يعني هختار عدد من اللي هم حصلوا على إجازات التعليم المفتوح وأتحاور معهم وأفهم القصة وأرجع للكليات التي تعطي هذه الشهادة علشان تبقى المسألة واضحة لطرحها. احنا قلنا الأول القانون حاسمها، بس أنا برضو عاوز أقوم بواجبي، هل القانون على صواب أم ليس على صواب؟ فلما هنبحث هذا لازم يعني هتدرس القانون بالنسبة للتعليم المفتوح، مش القانون، أدرس الحالة نفسها. الحالة نفسها، تمام، الخريج ده زي المنتسب ولا بيمتحن امتحانات تانية، يعني إلى آخره. طبعا لازم أشرك فيها مجلس النقابة ولازم أشرك فيها إذا لازم الأمر الجمعية العمومية. ليه بقى؟ لأن أنا شايف الموضوع ده خلافي، يعني في ناس تقول آه وناس تقول لا. وطبعا يعني لا يفوت حضرتك ولا أي يعني متابع أنه طبعا اللي موجود جوه النقابة مش عاوز حد يخش، واللي بره عاوز يخش، فلازم أنا بقى عادل ومنصف وموضوعي. فأنا هذا هو خلاصة يعني ما أنوي أن أتناول به هذه القضية. المحاماة كمهنة بصراحة يعني إن شاء الله، يعني أنا برضو أحد شواغلي المهمة أو أولوياتي أن أعيد الرونق إلى المحاماة. عايزة أقول لحضرتك يعني سؤال، أنه هل ممكن المحاماة ممكن ترجع زي زمان لما كان المحامي يدخل القاعة كده المحكمة وتتهز كده من وعلى فكرة يعني أنا طبعا كلية الحقوق كانت بتاخد 95%. بصي حضرتك، كانت أعلى الجامعات. أنتمي إلى هيبة المحامي يعني أنا فهمت. أنتمي إلى هذا العصر طبعاً. وأنا دخلت كلية الحقوق لأكون محاميا، لأني كنت أذهب في أعقاب أبي وأنا صبي وأسمع مرافعاته وأسمع مرافعات كبار المحامين زي مصطفى مرعي وخلافه، فعشقت المحاماة. فكان المحاماة في ذلك الوقت قيمة، وأنا لازلت أذكر يعني كان الأستاذ
عبد العزيز باشا فهمي. أيوة. كنا نسميه شيخ القضاء وشيخ المحامين. كان نقيب المحامين برضه. كان نقيب محامين، تاني نقيب محامين بعد إبراهيم الحلباوي. إنما في نفس الوقت كان شيخ القضاء، وهو أول رئيس لمحكمة النقد والإبرام المصرية سنة 1931. أيوة. ولكنه قال عن المحاماة في الاحتفالية الخاصة بإنشاء المحاكم الأهلية في أول الثلاثينات أن المحامي هو معلم القاضي. هو كده، وهو رئيس محكمة النقد. وهناك فارق بين المبدع وبين المرجح. المحامي مبدع والقاضي مرجح، ولا يخبرك مثل، ولا يخبرك على نفسه مثل خبير، لأنه مرض دي ومرض دي. الصورة دي